أصدقائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من قناتكم شورت كات ماين. وطريقة قراءة الكيو ار كود من صورة موجودة عندك في الجاليري بدون استخدام جهاز جوال آخر. فتح الريسبتورز وقابلني بعد الفاصل. بسم الله. في بعض الأحيان بيبقى عندك كيو ار كود موجود في صورة عندك في الجاليري وانت عايز تقرأ الكيو ار كود ده، فبتضطر ان انت ممكن تجيب جوال تاني وتعمل سكان للكيو ار كود. لكن في الاي او اس الخاصية ديت موجودة باي ديفولت في السيستم. فاول حاجة عشان الخاصية دي تتأكد انها شغالة هتروح على الاعدادات، وبعدين على جنرال، وبعدين على لانجويج اند ريجن، وتتأكد ان اللايف تكست ديت توجل اون. تمام. بعد كده هنروح على الجاليري، ده مثلا كيو ار كود لشبكة واي فاي، فكل الحكاية ان احنا بنضغط عليه ضغطة طويلة كده. لاحظ العلامة اللي هي تحت على اليمين ديت، علامة الدوكيومنت. هنا الاكشن الكيو ار كود ده بيعبر عنه ان انت تعمل جوين لايه، للنتورك. فتضغط كده بيقول لك عايز تعمل جوين للنتورك اللي اسمها يوسف، بتقول له جوين. ممكن الكيو ار كود بيعبر عن لينك، وده في اغلب الحالات زي ده مثلا، ده الكيو ار كود بتاع القناه بتاعتنا، بضغط عليه ضغطه طويله. هنا الاكشن بيقول لك اوبن ان سفاري او كوبي لينك او شير، فهنقول له اوبن ان سفاري. تمام، بيفتح لي على الرابط. طيب الطريقه الثانيه بالنسبه للاي او اس ان انت ممكن تستخدم ابلكيشن بتاع جوجل لينس، تعمل شير. تعمل سيرش ويز جوجل لينس. هنا طلع لك اليو ار ال، هتضغط عليه هيفتح لك برضو اللينك. تمام. هنيجي للجزء التاني من الحلقة وهنستخدم سيستم الاندرويد. عندي هنا جوجل سيرش بار، هضغط على علامة الكاميرا. تمام، بيفتح لي الكاميرا وبيفتح لي الجاليري. هختار الكيو ار كود الاولاني اللي احنا استخدمناه في الاي او اس اللي هو بتاع القناة، اللي هو في اللينك اللي بيقعد على القناة. هنا اول ما فتحنا ام اري اللينك، نضغط على كلمة ويب سايت يفتح لنا رابط القناة. عايز بقى تعمل كوبي لليو ار ال، عايز تعمل شير، زي ما انت حابب. هنيجي للنوع التاني من الكيو ار كود، لو هو كيو ار كود مثلا بتاع شبكة واي فاي، ده مثلا هنا طلع لك معلومات الشبكة بتاعت الواي فاي، وممكن تعمل جوين وتدخل عليه. ده كده كان باختصار ازاي تقرأ كيو ار كود من على الجاليري للسيستمين الاي او اس والاندرويد. وفي النهاية اتمنى تكون الطريقة سهلة وعجبتكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نشوفكم على خير، مع السلامة.